أكدت الدراسات أن الطفل قبل وقت طويل من مغادرته رحم أمه بيكون قادر على تعلم إشي عن البيئة اللي رح يعيش فيها. احكي حتى يسمعك طفلك ويعرف صوتك، نصيحة بيقولوها كتار من الناس وهي دائماً على مسامع الحامل. من المتعارف عليه أنه الجنين بيقدر يتعرف على صوت أمه قبل الولادة بمدة طويلة. هالأمر يعتبر دليل على قدرة الجنين على التعلم. هالشي بيتعلق بالمعرفة اللي بتتشكل عنده عن طريق التجارب المتكررة اللي بتمثل الهدف منها بالتعرف على الشخص اللي رح يعتني فيه بمجرد ولادته. لهيك ينصح الأمهات بالتحدث مع أطفالهم اللي ما ولدوا بعد حتى يكون عندهم من اللحظات الأولى محفزات مختلفة، وبهي الطريقة ما بيتعرف الجنين لأصوات الأشخاص المقربين منه وبس، كمان بيقدر يكتشف كتير من الأصوات التانية على امتداد مرحلة الحمل. وعلى سبيل المثال، ثبت أنه الجنين بيقدر يتعرف على الموسيقى من المسلسلات التلفزيونية اللي بتشاهدها الأم بانتظام. والأطفال مو بس بيتعرفوا على صوت الأم، كمان بيتعرفوا على رائحتها. بيتعلم الطفل الروائح داخل الرحم، لهيك بتكون حاسة الشم قوية للغاية وقت ولادته. وببداية الشهر السابع من عمر الحمل بيصير الجنين قادر على تمييز الروائح والاستجابة إلها. ومن المثير للاهتمام أنه الأطفال حديثي الولادة بفضلوا رائحة الأم بكل شيء تابع إلها. ووقت يتعلق الأمر بصوت الأم ولمساتها على بطنها بمحاولة منها للمسه، ما بيكتفي الجنين بالاستماع، فبيستجيب وبيتفاعل كمان، وبيجي هالتفاعل على شكل زيادة بحركة الرأس أو الذراع، وبتزداد شدة هالاستجابة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. فبتأدي حاسة اللمس دور مهم بعملية التعلم أثناء الحمل، بالإضافة لحاسة الشم والسمع. أكدت أبحاث على كيفية ميل الأجنة إلى استجابة لحركات اليد اللي بتقوم فيها الأم عند مداعبة بطنها بدرجة أكبر حتى من صوتها.